نفاق، إنهم رجس، فالرجس النجس. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الرجس النجس، وبها استدل الجمهور على نجاسة الخمر نجاسة حسية فضلا عن النجاسة المعنوية. وإن كان البعض حاول أن يجعل النجاسة أو يحمل النجاسة على النجاسة المعنوية بدليل اقترانها بالأنصاب، فالأنصاب خشب يذبح عليه إذا مسسته لا تؤمر بغسل يدك. قالوا: فلاقتران الخمر بالأنصاب كانت النجاسة معنوية. وأجيب على هذا بأن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، لا تفيد التساوي في الأحكام. نقول مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فتارك الشهادتين كافر باتفاق، تارك الصلاة كفره في خلاف، تارك الزكاة لا يكفر إلا بالجحود. كل هذا مع اقترانهم ببعض في سياق واحد. فلما كانت الخمر من المائعات اختلفت في حكمها عن الجوامد التي هي الأنصاب. قال تعالى: فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أي نجس المعتقد. أليس معنى قوله إنهم رجس أن الشخص منا إذا صافح منافقا أو كافرا يغسل يديه؟ ليس هذا المعنى. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي شربوا من مزادتين لامرأة مشركة، شربوا من مزادتين لامرأة مشركة. وكما هو معلوم فإنه حلال للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية. فليس معنى أنه ضاجعها أنه يغتسل أو يغسل ما أصاب جسمه منها إلا إذا كان قد جامع.